أسعد الله أوقاتكم. عبر إجراءات قانونية وضعت لخدمة الاستيطان في القدس، تستمر المؤسسة الإسرائيلية بقضم ما تبقى من أراضي القدس الشرقية لتجريد أصحابها الفلسطينيين منها وتخصيصها للبناء الاستيطاني، مع الإعلان عن المصادقة على بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية على أراضي شعفاط لصالح مستوطنة رامات شلومو، ومع مصادقة أولية على مقترح قانون يسمح بالبناء الاستيطاني على أراض في سلوان كان قد حرم المقدسيون من البناء عليها رغم الكثافة السكانية العالية في البلدة. ليمسي القانون أداة لابتلاع ما لم تستطع الجمعيات الاستيطانية الاستيلاء عليه بعد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج القدس عبر قناة الغد، تتابعون فيها جملة من الموضوعات الإخبارية والثقافية والسياسية. وفي ملف حوارنا نتناول مقاطعة المقدسيين لانتخابات البلدية وتداعياتها على القدس الشرقية، تابعونا. أهلا بكم. أهم الأحداث السياسية في القدس خلال أسبوع تجملها لنا الزميلة إيمان جبور في التقرير التالي. قرابة 100 عائلة مقدسية في حي الشيخ جراح في دائرة الاستهداف الاستيطاني، تعود قضيتهم إلى سنوات السبعينيات مع زعم مؤسسات استيطانية ملكيتها على الأرض المقامة عليها البيوت ومطالبتها إخلاء العائلات الفلسطينية لبناء حي استيطاني في المكان. ومن المنتظر أن تقول المحكمة العليا الإسرائيلية كلمتها الأخيرة للبت في القضية نهائيا خلال الأسابيع القريبة. وعلى صعيد آخر، صادقت اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتنظيم والبناء على إقامة أكثر من 600 وحدة استيطانية في رامات شلومو المقامة على أراضي بلدة شعفاط بعد رفضها الاعتراض على خطة البناء التي ستقدم أراض فلسطينية خاصة تعود ملكيتها لعائلات من شعفاط كانت صودرت لشق طرقات لخدمة الحي الاستيطاني الجديد. بينما رفض مجلس التخطيط الإسرائيلي 3 مقترحات تخص التنظيم والبناء في بلدات مقدسية فلسطينية. وبينما شرعت هيئة الأوقاف الإسلامية بأعمال ترميم في الجزء الشرقي من باحات الأقصى، اعترض أفراد من شرطة الاحتلال لجنة الإعمار وأوقفوا الترميم وسط استنكار الأوقاف وتأكيدها على ألا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى، فيما صعد المستوطنون من اقتحاماتهم للحرم برفقة أعضاء كنيست من حزب الليكود الحاكم. هذا واستمرت انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق المقدسيين مع هدم بنايتين سكنيتين في بلدتي شعفاط والزعيم وتدمير نصب تذكاري لشهيد في بلدة أبو ديس. كما وأعلنت بلدية الاحتلال بالتعاون مع الشرطة عن البدء بتنفيذ مشروع جديد لنصب 500 كاميرا ذكية في المدينة سيوضع جلها في البلدة القديمة ومحيطها لرصد تحركات الفلسطينيين ووضعهم تحت الرقابة الدائمة. لبرنامج القدس إيمان جبور، قناة الغد. مشروع قانون أقر بالقراءة الأولى وبضغط من جمعية العادل الاستيطانية يسمح للمستوطنين ببناء وحدات سكنية فيما يسمى الحديقة القومية جنوب المسجد الأقصى المبارك، في حين يمنع الفلسطينيين من السكن هناك منذ سنوات طويلة بذريعة تصنيف الحديقة مكانا عاما. المزيد عن هذا الموضوع في الحوار التالي. المحامي محمد دحلي، مرحبا بك. اهلا وسهلا فيك. تعديل جديد على قانون الحدائق الوطنية في إسرائيل أقر بالقراءة الأولى في الكنيست، وقيل إنه فصل خصيصا لحالة بلدة سلوان. أولا، ما هي الحديقة الوطنية في سلوان؟ ما هي حدودها أصلا؟ الحديقة الوطنية في سلوان تشمل الحي القديم فيها بالأساس، أي المنطقة المتواجدة فيها ما يسمى مستوطنة مدينة داود، عير دافيد باللغة العبرية. هذه الحدائق الوطنية تم الإعلان عنها بموجب قانون إسرائيلي سار المفعول منذ عام 1963، ما يسمى قانون الحدائق الوطنية، يتم الإعلان عنها في مختلف المدن. الهدف الظاهر منها هدف سامي ونبيل، خدمة السكان وأن تكون هنالك حدائق عامة للسكان، ولكن نحن نعرف أن استعمال هذا القانون خاصة في مدينة القدس كان استعمالا سياسيا، هدفه
الإعلان عن مناطق معينة على أنها حدائق وطنية بحجة الحفاظ على بعدها التاريخي أو على قيم تتعلق بالطبيعة أو المناظر العامة أو للاستخدام العام، ولكن في واقع الحال كانت من أجل خنق التطور العمراني الفلسطيني في تلك المناطق، أهمها كما قلنا في منطقة سلوان أو الحديقة الوطنية التي تلف سور القدس القديمة، أيضا هذه جزء من الحديقة الوطنية المعروفة والتي يمنع بها البناء. في سلوان كانت هناك حديقة وطنية اشتملت على غالبية الحي القديم من سلوان في وادي حلوة وما يسمى كما قلنا مستوطنة مدينة داوود، وبموجب القانون في هذه الأحياء حتى الآن منع إضافة ولو غرفة بسيطة أو حمام أو أي تغيير كان في المباني، ولوحق الفلسطينيون عندما قاموا بمثل هذه الأعمال. ما هي تفاصيل هذا التعديل الجديد الذي ضغطت جمعية إلعاد الاستيطانية باتجاه إقراره في الكنيسة؟ بعد أن قامت إلعاد بالسيطرة على الكثير من العقارات وأيضا على أراضي في منطقة ما يسمى إسرائيليا مدينة داود وفلسطينيا حي سلوان القديم وحي واد حلوة، تريد إلعاد الآن أن تستثمر في هذه الأراضي وهذه المباني، تريد أن تضيف مباني سكنية جديدة وشقق سكنية للمستوطنين، ولهذا الهدف ضغطت على كل أعضاء الكنيسة من الأحزاب اليمينية الموالين لإلعاد من أجل تعديل هذا القانون الذي كان يمنع حتى الآن بالبناء في هذه المناطق. بموجب التعديل الجديد سيسمح بتقديم مخططات للبناء ولإضافة شقق سكنية حتى داخل الحديقة الوطنية وما يسمى الحديقة الوطنية في بعض الشروط. جزء من هذه الشروط هو أنه كانت أصلا موجودة حي سكني في هذه المنطقة، وهذا ينطبق بطبيعة الحال كما قلنا على حي سلوان القديم ومنطقة وادي حلوة. شرط آخر هو أن جزء من الأعمال الأثرية موجودة تحت الأرض، وهذا موجود فقط عمليا في حي سلوان، فقط في سلوان في منطقة ما يسمى مدينة داود يوجد مستوطنة مدينة داود، يوجد حي سكني فوق الأرض وتوجد أعمال وحفريات أثرية تحت الأرض، وبالتالي هي يعني تفصيل قانون أو تعديل للقانون مفصل خصيصا لجمعية العادة الاستيطانية يسمح لها مستقبلا بالاستثمار بكل الأراضي التي سيطرت عليها أو اشترتها من أجل أن تقوم ببناء شقق سكنية إضافية، هدفها أن يكون هنالك أيضا قوة ديموغرافية استيطانية يهودية في هذه المنطقة تساعدها على السيطرة أكثر فأكثر على هذا الحي وربما على تهويده بالكامل كما تسعى. لماذا عمليا هذا التعديل في القانون يتيح للمستوطنين دون غيره من الفلسطينيين من البناء داخل هذه المنطقة في سلوان؟ على ظاهره هو لا يتحدث طبعا ضد الفلسطينيين أو يسمح لليهود أو للمستوطنين، ولكن تفاصيل القانون توحي بأن العادية الوحيدة القادرة بأن تمرر مثل هذه المخططات الأسباب كثيرة، أهمها أن هنالك حاجة للمصادقة من قبل أكثر من وزير على المخطط سلفا، وبالتالي لا يوجد أي أمل لأي فلسطيني أن يحصل على مصادقة وزير المالية والوزير المعين على هذا القانون للمصادقة على أي مخطط ينوي تقديمه من أجل البناء. أيضا هنالك حاجة لمصادقة بلدية الاحتلال وأمور أخرى كثيرة. الوحيدة التي لديها القدرة أن تحصل على جميع هذه المصادقات والموافقات سلفا هي جمعية العاد بكل ما أوتيت من قوة وعلاقات ووزن سياسي داخل المجتمع الإسرائيلي. هل تتوقع بأن يقر تعديل القانون هذا بالقراءات الثلاث في الكنيسة؟ أعتقد أن فرص نجاح هذا القانون أن يمر بالقراءة الثلاث كبيرة. جمعية العاد أولا هي جمعية لها نفوذ كبير، ثانيا على الرغم من أن الفلسطينيون يرون بجمعية العاد جمعية استيطانية يمينية متطرفة، إلا أنها إسرائيليا وبكل أسف تعتبر جمعية تقريبا عليها شبه إجماع أو على يعني لديها دعم ليس فقط من أحزاب اليمين، وبالتالي الأحزاب اليمينية التي استطاعت أن تمرر قوانين كثيرة حتى الآن ضد الفلسطينيين وضد حقوق الفلسطينيين بمساعدة ربما آخرين من أحزاب أخرى لا تعتبر يمينية حسب التصنيف المتعارف عليه حاليا، ستتمكن بالفعل من تمرير مشروع هذا القانون وستتم المصادقة عليه في الفترة القريبة كما يبدو. المحامي محمد دحلي، شكرا لك.
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام بلدة الرام شمال القدس الشرقية وبتطويق وحصار مقر محافظة القدس والاعتداء على الممتلكات والموظفين. كيف يرى المقدسيون الأهداف الإسرائيلية خلف اقتحام مقر محافظتهم؟ الإجابات في الاستطلاع التالي. يؤكد تماما على الهجمة الشرسة التي تقودها عصابات الاحتلال على المدينة المقدسة. هي ترفض أي نوع أي نشاط للسلطة للشعب المقدسي، تريد اجتياح عبر الثقافة الاقتصاد التعليم لمؤسسات البلدية يعني هي هجمة صعبة على مدينة القدس. فأنت لما بتقتحم مقر بمثل منطقة القدس هذا ضرب للكيان الفلسطيني بحد ذاته. محافظة القدس، أنت لما الاحتلال بنزل بيقتحم هذه المؤسسة اللي بترعى شؤون المقدسيين اليومية، هذا حق إهانة كبيرة قدام المجتمع الدولي. محاولتهم كمان إنه ما يكون في ممثل واضح يحكي بصوت المقدسيين، وكمان زي ما بنعرف المحاولات اللي صارت إنه يغطوا على إنه يعرفوا مين بالضبط، كيف صارت التسريبات للبيوت اللي موجودة في البلد القديمة، هي برضو واحدة من المحاولات إنه القدس يتم تهويدها بشكل تام. الهدف انه اسرائيل عمالها بتسرع في الاجراءات تبعتها في المخططات تبعتها حتى تكون لها السيطره اكثر ما يمكن، لو صار مثلا نوع من انواع السلام اللي بيحكوا عنه المزعوم. يعني احنا عمالها محافظ القدس عمالها في خطوات عمالها ماشيه كتير عمالها بتمشي فيها، يعني من ناحيه الخان الاحمر، من ناحيه القدس، من ناحيه المسجد الاقصى. فهذه الاقتحامات عمالة بتلاقيها إسرائيل، بس خصوصا لزعزعة الاستقرار عمالة اللي بصير بالقدس. يعني احنا كشعب فلسطيني عمالة احنا بنطالب جميع الهيئات جميع المؤسسات انه نلاقي حل لهذا الموضوع. احنا شفنا حاليا يعني انه اكثر من مرة صار اعتقال للمحافظ، هذا دليل على انه كل شخص بحاول انه يشتغل لمصلحة القدس وللشرع المقدسي بشكل عام هو في عليه هجمة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود بعده لمتابعة ما تبقى من فقرات برنامج القدس عبر قناة الغد. أهلا بكم مجددا. أكثر من ثلثي النساء المقدسيات لا يشاركن في دائرة الإنتاج ويبقين خارج القوى العاملة، فيما تشتد الظروف الاقتصادية لتدفع بالعديد منهن إلى السعي لافتتاح مشروع صغير لا يتطلب إلى أكثر من تدريب وتطوير مهني. التفاصيل في تقرير الزميلة راما يوسف. التطوير المهني في صفوف النساء المقدسيات اتخذ منحا متصاعدا في المدينة، فصارت تجربة مثل تجربة مركز مفتاح الجمال للتدريب المهني في منطقة كفر عقب قصة نجاح وهدفا لعدد من النساء التي تلقين تدريبات تنوعت ما بين الأعمال اليدوية والمهنية والتجميلية ليستفدن ويطورن مشاريعهن. هلا في ناس ما بتقدر تطلع بريت البيت، ما شاغله حالها بالولاد وبتعرفي مسؤولية الولاد والوضع الاقتصادي في البلد شوية سيء جدا، فعمالهم بدهم يساعدوا حالهم، فإحنا منوفر إنه دورات بأسعار. يعني لما درست الأسعار يعني كانت كتير، أخذنا إنه الإشي اللي يكون أقل من سواء بالقدس أو برام الله. أعطينا دورات بالصوابين العلاجية من زيت الزيتون، أعطينا دورات في الرسم على البورسلان، دورات الديكوباج والشموع، عنا دورات نقش الحنة، عنا دورات الصلصال، عنا دورات تصنيع الكريمات. أخذت دورة نقش حنة، وأخذت دورة تشكيل صوابين، دورة سكراب وفكرات فوارة، ودورة صوابين علاجية، وأخذت دورة إدارة مشاريع. طبعا أنا عشان ربة بيت فما بقدر أني أترك بيتي فترة طويلة أني أشتغل برا، فحبيت أني يكون لي مشروعي الخاص. المركز الذي لم ينقضي على افتتاحه سوى 6 شهور قدم تدريبات لعدد من النساء، منهن من افتتحت بالفعل مشروعها الخاص، وأخريات استفدن من فرصة عمل كافلها المركز لهن لتنضم هؤلاء النساء إلى دائرة العمالة وتخلق فرصا اقتصادية لأنفسهن. احنا عندنا كتير فئة مهمشة هنا، يطلعوا من المدارس من صف 9 ومن صف 10 وما يخلصوا حتى التوجيه، فهدول الصبايا مش غلط انهم لو ياخذوا شهاده معترف فيها ويشتغلوا ويكون عندهم شخصيتهم مستقلين عن ولا يتكلوا على اي حدا، يكونوا استقلاليات.
وتوضح الإحصاءات الأخيرة بأن ما نسبته 17% فقط من نساء القدس يشاركن في القوى العاملة في مدينة يرتفع بها غلاء المعيشة عاماً بعد عام، وتزداد الظروف الاقتصادية سوءاً مع استمرار تدهور الوضع السياسي فيها. بتدريبات مهنية ومشاريع نسائية صغيرة تتسلح النساء في القدس وسط نسب بطالة غير مسبوقة تدفع بهن لتأسيس مشاريعهن الخاصة أو العمل من بيوتهن. لبرنامج القدس راما يوسف، قناة الغد، القدس المحتلة. ولد في القدس عام 1878 وتوفي في القاهرة عام 1953. كان رائدا في مجال التربية الحديثة ومتنورا سابقا لعصره. تنقل ما بين القدس ويافا واللد ليمارس مهنة التربية والتعليم، وكانت له مواقف وطنية في رفض الانتداب البريطاني والمشروع الصهيوني في فلسطين. وجوه المقدسية في تقرير الزميلة إيمان جبور. هو ابن القدس، وهو ابن لتلك المرحلة التي انتقلت بها المدينة من الحداثة العثمانية إلى الحداثة الأوروبية في النصف الأول من القرن العشرين، فمضى بها واضعاً أسس التربية الحديثة والمناهج العربية، بانياً المدرسة الدستورية لتكون نموذجاً عملياً لنظرياته. من هو الأديب والمربي خليل السكاكيني؟ التفاصيل في التقرير التالي. لا أقف بجانب قبرك إلا خيل إلي أني أسمعك تنادينني، تعال يا خليل تعال لا تتركني وحدي. خليل السكاكيني هو أحد أبرز المنورين الفلسطينيين الذين عاشوا في القدس وتأثروا بهذه المدينة العريقة كما أثروا فيها، وكان هو مركز من مراكز الاستقطاب الثقافي. كان في البداية يعيش في بيت الأسرة داخل سور البلدة القديمة، وكان لهم بيت في المصارى أيضا خارج سور البلدة القديمة، ولكنه فيما بعد وبالنظر إلى اشتغاله فترة طويلة في التربية والتعليم صار عنده طموح بأن يبني بيتا يستقر فيه وزوجته سلطانة، وبالفعل اشترى قطعة أرض في القطمون وبنى فيها بيتا واستقر فترة من الزمن مع زوجته في هذا البيت. إطلاق اسم المربي والمعلم خليل السكاكيني على المركز الثقافي هو تحديدا لذكراه، وأيضا لعادة الاعتبار ولفكره وللعلم ولأفكاره التربوية اللي هو طورها وحطها، وبالإضافة لأثره على الثقافة الفلسطينية المعاصرة من بدايات القرن العشرين ولا حد هلا، وخاصة يعني في زمن ما بعد النكبة. يعني كانت له نظرية تربوية حديثة تقضي أو تنص على احترام الطلاب وترك الحرية لهم في الدوام أو عدم الدوام، وألغى الامتحانات. لم يكن يحبذ تقديم الامتحانات لأنها ترهق التلاميذ نفسيا، كان ضد العقاب البدني. طبق كل هذا في المدرسة الدستورية التي أنشأها، ثم في مدرسة النهضة التي أيضا كان يقودها ويستقبل فيها تلاميذ محبين للمدرسة وراغبين في تلقي العلم، لأنه بالفعل طبق نظرته هذه في التربية الحديثة التي تسعى إلى توسيع عقول الطلبة وليس إلى تصغير عقولهم وحشوها بالمعلومات. حين امتد العدوان الصهيوني على الأحياء الغربية من القدس على القطمون وعلى الطالبية وغيرهما، آنذاك خليل السكاكيني سافر إلى مصر لفترة من الزمن، وفي الأثناء وقعت النكبة الكبرى عام 1948 وتم الاستيلاء على بيت خليل السكاكيني كما تم الاستيلاء على مكتبته التي كانت تحوي آلاف الكتب. خليل السكاكيني ترك لنا يوميات غنية ووافرة، كان يكتب يومياً أو شبه يومي هذه اليوميات، وبدأ فيها في العام 1907 وانتهى منها في
في العام 1953 قبل أن يموت بأشهر قليلة، توقف عن الكتابة. هذه اليوميات فيها أفكار وفيها مواقف وفيها سجالات بين خليل السكاكيني وأدباء آخرين، وهي ما زالت حتى هذا اليوم محتفظة بقيمتها الأدبية والفكرية. أيضا خليل السكاكيني ترك نظرية في التربية الحديثة، لكننا للأسف الشديد لا نتبعها ولا نعمل بموجبها في مدارسنا، ما زلنا نعتمد على التلقين. المركز عم بيفكر بنفس النهج، أو بحاول يفكر بنفس النهج التحرري اللي كان خليل السكاكيني بحاول ينفذه من خلال مدرسته، من خلال كتبه، من خلال طريقة تعليمه، من خلال بنشاطاته وبإدارته لمركزه وبالعمل الثقافي اللي عم بينتجه المركز. خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني وللعام التاسع على التوالي، يقيم معهد إدوارد سعيد للموسيقى مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب، الذي يقدم أمسياته الموسيقية في عدد من المدن الفلسطينية من ضمنها القدس. التفاصيل مع الزميلة دينا الحلوين. مهرجان اتخذه معهد إدوارد سعيد وسيلة لتثبيت وتعزيز ثقافة الموسيقى العربية الأصيلة، ويعقده للسنة التاسعة على التوالي عبر أوتار فرق فلسطينية معاصرة. للمزيد عن مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب في التقرير التالي. مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب بنظمه المعهد الوطني للموسيقى للمرة التاسعة على التوالي، بتضمن مجموعة من العروض الموسيقية تنظم بشكل مركزي في مدينة القدس، مع بعض العروض التي بنظمها في مدن أخرى زي غزة، خان يونس، بيت لحم الخليل، نابلس، رام الله وجولان السوري المحتل. المعهد الوطني للموسيقى بيهدف من خلال هذا المهرجان لدعم الفرق الفلسطينية وتقديم إنتاجاتها السنوية للجمهور الفلسطيني، بالتحديد طبعا في مدينة القدس. هوية المهرجان طبعا هي متخصصة في الموسيقى العربية وبالتحديد الأغاني الطربية، ومنحاول من خلال كمان هذا المهرجان إنه ننشط الحياة الثقافية في مدينة القدس. زي ما أنتم شايفين إحنا بننظم هاي العروض في مركز يبوس الثقافي القدس في شهر 11، وهو شهر في العادة بتقل فيه النشاطات الثقافية في فلسطين، ضمن دور المعهد ورسالته في تعزيز هذا التواجد الفلسطيني في مدينة القدس من خلال الحركة الثقافية والموسيقية. راح يشارك معنا هذه السنة جوقة سراج من الرامي من الجليل، راح يكون بافتتاح المهرجان في مدينة القدس. كمان في عنا مجموعة من الفرق الفلسطينية راح تقدم عروضها، سواء كان فرق من نابلس، من غزة، من بيت لحم، من رام الله ومن القدس أكيد. في عنا كمان مشاركة من تركيا، مجموعة من الموسيقيين راح يقدموا عرض مشترك مع رباعي دجا من القدس في أمسية مميزة تركية فلسطينية. وطبعا كل سنة بيكون في عنا إنتاجات وبرامج جديدة وفرق جديدة. كمان راح يكون في ندوة تنظم في مركز يبوس الثقافي على هامش المهرجان، بتحكي عن هاي الأصوات، عن هاي الفرق، عن هدول الموسيقيين. وضمن توجه المعهد في الوصول لأكبر شريحة ممكن من الجمهور الفلسطيني، رح ننظم عرض موسيقي خاص في مستشفى المطلع في تاريخ 22/11 لنزلاء المستشفى من إخواننا وأولادنا من الضفة الغربية وقطاع غزة. مع
مبنى تاريخي داخل أسوار البلدة القديمة يقع بالقرب من طريق الآلهم، ويمتاز بخصائص معمارية جميلة اتخذته جمعية المكفوفين العرب مقرا لها بعد ترميمه. لكن لهذا المكان قصة يروي لنا تفاصيلها الباحث روبين أبو شمسية في العرض التالي. نصل إلى المدرسة العلوية للقادمين من باب العمود عبر طريق الواد، وانتهاء بمدخل إلى الغرب يسمى طريق درب الألام أو عقبة المفتي كما يسمى شعبيا. في منتصف هذه العقبة وعلى يمين الصاعد من مدخل العقبة يوجد لدينا مدرسة تعود بأساساتها السفلية والواجهة إلى الفترة المملوكية، ويعتقد أن جزء من أبنيتها أيضا قد تعود إلى الفترة الأيوبية من حيث بناء القناطر وطريقة بناء القناطر في مدخل هذه المدرسة، بينما تعود المدرسة في الجزء الشمالي العلوي منها إلى الفترة العثمانية، حيث نجد الكثير من الزخارف على مداخل البيوت تشير إلى النمط العثماني في بناء المدارس العثمانية في القدس، وذلك في فترة مبكرة من الفترات التي تم فيها تشييد الكثير من المدارس في الفترة العثمانية الذهبية في مدينة القدس أي القرن السادس عشر. ما يميز هذه المدرسة اتساعها وكبر حجمه، حيث ننطلق من مدخل عريض قلما نجده في مدارس مختلفة في مدينة القدس، يتبعه رواق به سقف نصف برميلي مغطى بقاعدة وجسر ضخم جدا فوق هذه القناطر. إذا صعدنا عدة درجات إلى الجزء الغربي من هذه المدرسة نجد المدرسة الأصلية أو واجهة المدرسة الأصلية وهي المدرسة العلوية، ويعتقد أن المدرسة العلوية أسست على أساس أن تكون مدرسة صوفية في القرن السادس عشر، تعود إلى القرن السادس عشر بامتياز. ما يميز هذه المدرسة أنها حولت إلى أماكن للسكن لبعض عائلات القدس وخاصة جزء منهم عائلة الحسيني في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، إلى أن افتتحت رسميا كمدرسة للمكفوفين في أوائل القرن العشرين، يعني واضعة بذلك على حجر الأساس لأهم وأول مدرسة للمكفوفين في فلسطين. وما يميز هذه المدرسة أيضا أنها افتتحت بعد ذلك عدة مشاغل تعتمد على مهارات المكفوفين المنتسبين إليها، من صناعة الكثير من الأدوات اليدوية وأدوات التنظيف والكثير كثير من الأشياء التي تعتمد على صناعة الخشب وصناعة الحصير. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود بعده لمتابعة ما تبقى من فقرات برنامج القدس عبر قناة الغد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى ملف حوارنا لهذا الأسبوع من برنامج القدس عبر قناة الغد. أغلبية ساحقة من المقدسيين قاطعت انتخابات بلدية الاحتلال في القدس التي جرت قبل أسبوع، التزاما بقرار مقاطعة الانتخابات على الصعيد الترشحي والاقتراع منذ عام 67 للتعبير عن رفض شرعنة السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية. وسنتطرق في حوارنا اليوم إلى مقاطعة الانتخابات، ونسأل أيضا هل هنالك تفاوتا بين الرؤساء السابقين والحاليين بشأن رؤيتهم للقدس الشرقية، وما هو تصور الفلسطيني للنهوض بمكانة المقدسيين وحماية حقوقهم الأساسية. الحديث في هذا الموضوع أرحب بضيفي، بداية السيد زكريا عودة منسق الائتلاف الأهلي للحقوق الفلسطينيين في القدس، أهلا بك. وأيضا أرحب السيد زياد أبو زياد وزير شؤون القدس السابق، أهلا بك سيد زياد. وقبل البدء بالحوار مع ضيفي دعونا نشاهد هذا التقرير من إعداد الزميلة ياسمين أسعد ونعود. بدت مراكز الاقتراع في القدس خالية في خضم انتخابات بلدية الاحتلال، عزوف وإجماع وطني على مقاطعة المشاركة، وموقف ثابت اعتاد المقدسيون منذ احتلال القدس إعلاءه في بلداتها العربية، رغم محاولات السلطات الإسرائيلية الضغط على أهالي القدس للتصويت والترشح،
وسط شنها حملة اعتقالات طالت نشطاء مقدسيين رفضوا وضع صناديق الاقتراع في بلداتهم كون المشاركة ترشحا أو انتخابا يعطي الشرعية للاحتلال بوجوده وإدارته لشؤون القدس. القوى والمكونات والمركبات العشائرية والوطنية والدينية وحتى السلطة اتخذت موقف موحد باتجاه تعميم عملية المقاطعة للانتخابات في بلدية الاحتلال، وخصوصا أن هذا أي عملية مشاركة في الانتخابات تعني هي تكريس لسيطرة الاحتلال على المدينة وتساوق مع القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال. ونحن نرى أن بلدية الاحتلال هي ذراع لدولة الاحتلال في تطبيق كل السياسات والإجراءات القمعية والعنصرية بحق شعبنا وأهلنا في مدينة القدس. وحول تأثير ترشح الفلسطينيين للانتخابات أو الدخول إلى المجلس البلدي، يتفق المختصون على أن القضايا ذات الطابع السيادي كالاستيطان وتوسيع المخططات والخرائط الهيكلية وتطوير التعليم والميزانيات الخدماتية هي قضايا تقرها فقط الحكومة الإسرائيلية المركزية، وتأثير المجلس البلدي أو أحد أعضائه في بلوراتها هو أمر شبه معدوم. مظبوط، في بعض السيناريوهات التي خرجت من بعض الاشخاص الذين طالبوا المشاركه بالانتخابات بادعاء ان المشاركه ستحسن حياه المقدسيين من نوعيه الخدمات. المشكله الرئيسيه في هذا الادعاء ان من يدعيه لا يعرف ان معظم السياسات الاسرائيليه يتم وضعها وتخطيطها في الحكومه المركزيه، الحكومه الاسرائيليه، وبالتالي لهذا المبنى او هذه البلديه لا يوجد لها القدره الكبيره اصلا بتنفيذ بتخطيط السياسات، هي تنفذ السياسات ولا تخطط ولا ترسم السياسات، وبالتالي المشاركه في الانتخابات لن تغير بل ستحول الفلسطيني الذي سينتخب في يوم من الايام اذا تم الانتخاب لشخص ينفذ سياسات الحكومه الاسرائيليه. ووفق الإحصائيات يشكل الفلسطينيون زهاء 37% من مجمل السكان في القدس، وهو ما تعتبره المؤسسة الإسرائيلية ذا وزن انتخابي ضرت مقاطعته بنتائج الانتخابات التي كشفت أن أيا من المرشحين الستة تعدت أصواته 40% المطلوبة لانتخابه، ما تطلب إجراء دورة انتخابية ثانية قبل يومين تستثني مرشح نتنياهو زائف إلكن من حزب الليكود اليميني بعد خسارته وحصوله على 20% فقط من الأصوات. يدرك المقدسيون أن انتخابات بلدية الاحتلال المقنعة ومهما تغير رؤساؤها ليست سوى دعاية بالونية يجني منها الفلسطينيون فقط مزيدا من السياسات العنصرية وقرارات الهدم والتهجير والضرائب، فحاضنة حقوقهم أمانة القدس حلت منذ أعوام ليبقوا بعدها على عهد وطني متجدد بالرفض وعدم الاعتراف بأي سيادة أو شرعية إسرائيلية مبتدعة في عاصمتهم. لبرنامج القدس، ياسمين أسعد، قناة الغد، القدس المحتلة. من جديد مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي للحديث في هذا الموضوع ومقاطعة الانتخابات، انتخابات بلدية الاحتلال في القدس من قبل المقدسيين. أرحب بسيد زكريا عودة، منسق ائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، أهلا بك. وأيضا أرحب بسيد زياد أبو زياد، وزير شؤون القدس السابق. نبدأ معك سيد زكريا عودة، مقاطعة بنسبة تقريبا كاملة لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس من قبل المقدسيين، لماذا هذه المقاطعة وإلى هذا الحد؟ نعم، منذ احتلال إسرائيل للأراضي المحتلة وبما فيها شرقي القدس، والشعب الفلسطيني يعمل ولا يشارك في الانتخابات إلا بنسبة قليلة جدا. ففي الانتخابات السابقة في 2013 كانت نسبة المشاركة تقل عن 1%، في هذه الانتخابات هي 1-1.5، يعني أقل من 2%. طبعا هذا شيء طبيعي، تحدث عن 3,500 إلى 4,000 مقدسي من بين 350 2000، أقل من 3,000. صحيح، أقل من 3,000. احنا بنحكي عن حوالي 360,000 مقدسي ممن يحملون الهوية الاحتلال، الهوية الزرقاء، وهذا لا عجب، يعني لأنه عملية المشاركة في الانتخابات هي عمليا شرعنة ضم الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس. احنا بنعرف أنه مدينة القدس تم ضمها في الأيام الأولى لاحتلال المدينة، وفي عام 1980 تم سن قانون الأساسي الذي يعتبر القدس الشرقية والغربية هي عاصمة دولة إسرائيل، وبلدية الاحتلال هي الجسم أو الأداة الإسرائيلية التي تعمل على سياسات الضم وتعمل على سياسات هدم المنازل وتعمل على تطبيق السياسات والإجراءات
وانتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس طوال 51 عاما الماضية. فلا عجب أن يتم مقاطعة الانتخابات. المشاركة هي عمليا شرعنة الاحتلال، شرعنة عملية ضد الضم، التأكيد على سيادة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس، وهذا كمان بحد ذاته هو منافي ومخالف للاتفاقات الدولية، مخالف لاتفاقية جنيف والقوانين والقرارات الدولية. نعم. التي تؤكد على أن القدس هي مدينة. صح. محتلة. نعم سيد زياد أبو زياد، بعد أكثر من 50 عاما على احتلال إسرائيل لمدينة القدس، لم ينجح الاحتلال الإسرائيلي في تغيير نظرة المقدسيين تجاه الانتخابات، عندما تحدث عن مشاركة تكاد لا تذكر من المقدسيين في هذه الانتخابات، كيف تعقبون؟ يعني أولاً أنا بعتبر الانتخابات استفتاء لأهالي القدس على موقفهم من إسرائيل ومن الاحتلال الإسرائيلي، وأهالي القدس بالإجماع أفتوا وصوتوا ضد الضم وضد الاحتلال وضد وجود إسرائيل، رغم أن إسرائيل تحاول منذ أكثر من 50 عاماً تغيير الواقع في مدينة القدس، سواء الواقع الجغرافي أو الديموغرافي، عزل القدس عن المحيط الفلسطيني في الضفة الغربية بواسطة الجدار وفرض القيود والتصاريع على القادمين إلى القدس، ومحاولة توجيه عرب القدس إلى الداخل الفلسطيني. ومع ذلك جاءت نتيجة هذه الانتخابات استفتاء حاسم يؤكد رفض المقدسيين للارتباط في إسرائيل وللوجود الإسرائيلي في مدينة القدس. كما ذكر الأخ زكريا ولكن بشكل أوضح من ذلك، الانتخابات الإسرائيلية تجري بموجب قانون الانتخابات الإسرائيلية، والمشاركة في انتخابات تجري بموجب القانون الإسرائيلي هو اعتراف بالولاية القانونية لإسرائيل على شرق القدس، والاعتراف بالولاية القانونية يعني الاعتراف بالسيادة. ولذلك جاء موقف المقدسيين حاسم وواضح، وهو رفض لقرار ضم القدس إلى إسرائيل، وتأكيد على أن القدس العربية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. هذا شيء مذهل وبنفس الوقت رائع، أنه بعد أكثر من 50 عام، بعد 51 عام من محاولات تذويب الهوية وتذويب الشخصية وتغيير المجتمع وإخضاع هذا المجتمع للضغوط الاقتصادية من قبل الإسرائيليين، لم تنجح إسرائيل في هذه السياسة وفشلت فشلا ذريعا. سيد زكريا، هل استمرار الإجماع الوطني على مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال في القدس بعد 51 عاما كما قلنا من احتلال القدس، هل يعتبر هذا إنجازا وتماسكا في هذا الجانب؟ نعم، بعد 51 عاما من الاحتلال، بعد 51 عاما من السياسات الممنهجة والمتواصلة التي تعمل عليها مؤسسات الاحتلال المختلفة بما فيها بلدية الاحتلال، وزارة الداخلية، مؤسسة التأمين الوطني، التي تعمل على باستمرار، هدفها كان عملية دمج شعبنا الفلسطيني في المجتمع الإسرائيلي، في المؤسسات الإسرائيلية، في الاقتصاد الإسرائيلي. يعني صمود شعبنا خلال 51 عام من الاحتلال وبعد 51 عام من الاحتلال هو عمليا هو إنجاز وفخر لنا وفخر لشعبنا الفلسطيني، اللي بعد 51 بالرغم من كل السياسات القمعية، بالرغم من كل سياسات محو وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، فهو يستهدف عملية البناء، يستهدف سياسات التخطيط، المخططات لمدينة القدس، سياسات الاستيطان وتوسيع الاستيطان، استهداف التعليم، تغيير وخاصة استهداف التعليم، والذي يهدف من خلاله هو طمس الهوية الوطنية الفلسطينية، لمعرفتنا بأن التعليم هو أحد الأدوات التي من خلالها يتم تعزيز الهوية الوطنية. تغيير أسماء الشوارع، تغيير أسماء الأحياء، هي جزء من سلسلة من سياسات مختلفة تكمل بعضها البعض، والتي تهدف إلى تهويد وأسرلة مدينة القدس. بعد 51 عاما يوم يكون عندنا نتيجة الانتخابات أنه أقل من 2% 1.5% فقط يشاركين في عملية الانتخابات، كما تفضل الأخ زياد، هي فعلا تصويت ليس فقط ضد الاحتلال، على وجود الاحتلال، هو ضد الاحتلال مع الشعب الفلسطيني، مع الاستقلال، رغم وجود مرشح عربي أيضا، ورغم لكنه فشل ذريع، وجود مرشح عربي الذي هو يعتبر خروج عن الصف الوطني والوحدة الوطنية والإجماع الوطني. يعني هذا قرار عدم المشاركة هو قرار قديم أجمعت عليه منظمة التحرير بكافة مؤسساتها، القوى الوطنية، المؤسسات الفلسطينية، ودائرة الإفتاء كل عام، يعني ودائرة الإفتاء العام التي أجمعت وأصدرت فتوى حرمت عملية المساهمة في الانتخابات، بالرغم من صعوبة ظروف الناس والسياسات،
احنا كلنا بنعرف انه حوالي 78% من العائلات في مدينة القدس هي تحت خط الفقر، بالرغم من كل هذه الظروف وهي الصعوبات وهي الإجراءات القمع والطمس والسيطرة اليومية التي يمارسها مؤسسات الاحتلال، بالرغم من ذلك امتنع الفلسطينيين عن المشاركة في هذه. نعم. يعني أنا لو سمحت في لتحفظ على كلمة مرشح عربي. نعم. لأنه كل المعلومات اللي رشحت عن هذا الشخص هو أنه هو من حزب الليكود. نعم. ومنتمي لحزب الليكود. صحيح. يعني صحيح هو من سور باهر، لكن المعلومات الواردة تفيد بأنه أخذ الجنسية الإسرائيلية. نعم. وهو من حزب الليكود. شكرا على الإيضاح. ولذلك لا فرق بينه وبين أي واحد من الداخل. وبالتالي أنا ما بحسبه على الفلسطينيين الموجودين في مدينة القدس. هاي النقطة يجب جميل. أن تكون جميل. واضحة للجميع. هذا ما أسألك عنه سيد زياد. لكن أنا في لي ملاحظة أخرى بدي أذكرها. طبع. إحنا تحدثنا عن أهل القدس وقلنا إنه أهل القدس صوتوا بالإجماع ضد الانتخابات وتأكيد على هويتهم الفلسطينية وهوية القدس الفلسطينية. لكن هذا لا يعني انه احنا نركن وننام على صوت الطاحون مثل ما بيقولوا. مشكله القدس ايضا هي مشكله في الجغرافيا، لانه هنالك بؤر استيطانيه تنتشر كالسرطان في القدس العربيه. صحيح الفلسطينيين سكان القدس واهل القدس المقدسيين يرفضون الانتخابات ويرفضون اسرائيل، لكن اسرائيل تعمل عمليه اختراق على الارض، اختراق جغرافي، وتحاول أن تعزل الأحياء العربية في مدينة القدس عن بعضها البعض وأن تفتت الوجود العضوي الفلسطيني في المدينة، وهذا أمر خطير جدا يجب أن نسعى إليه وأن نفكر كيف يمكن مواجهة هذا جميل. الوضع بكل تأكيد. لكن هنالك جزئية هامة سيد زياد أبو زياد، وهي سقوط مرشح نتنياهو، سقوط الليكود الإسرائيلي في القدس، ولم يعني لم يحتل لا المركز الأول ولا الثاني، وهنالك أيضا انتخابات استكمالية ستكون قريبا، كيف تعقب على هذه النتيجة؟ يعني هذا السقوط، سقوط زيف إلكن اللي هو المرشح المدعوم من قبل نتنياهو، بيرجع للتحالفات الموجودة داخل الإسرائيليين أنفسهم بالنسبة للانتخابات، وبالتالي مش جميع الليكود صوتوا مع إلكن، وكان هنالك من عملوا ضد إلكن، وبالتالي ظل مرشحين اثنين، ما حدش من المرشحين كلهم اخذ اكثر من 40% تمكنوا من ان يصبح رئيسا لبلديه القدس المحتله، فبقي مرشحين اثنين. الان المنافسه هي بين مرشح محسوب على المتدينين ومرشح محسوب على العلمانيين ومدعوم من قبل بنت، وبالغريب ايضا انه مدعوم ايضا من قبل شاس. الانتخابات القادمه ستظهر في اي اتجاه ستتجه المدينة، أغلب الظن أنه سيفوز مرشح المتدينين، وبالتالي أن يكون الوضع أكثر توجها دينيا بالنسبة لليهود ومحاولة فرض القوانين الدينية. نعم. اليهودية على القدس العربية. هذا يدفعني لأن أسأل السيد زكريا عودة. أستاذ زكريا، هل هوية رئيس البلدية أو انتمائه السياسي أو لأي حزب إسرائيلي تختلف في نظرتهم إلى القدس، لشرقي القدس، للمواطنين الفلسطينيين، أم أن الآراء السياسية والتوجهات السياسية هي واحدة ضد المقدسيين؟ يعني هناك إجماع بين قيادة الأحزاب المختلفة وخاصة اليمينية على أن القدس هي جزء من عاصمة دولة إسرائيل، وبأكدوا عليها كل يوم من خلال تصريحاتهم ومن خلال سياساتهم. كمان نضيف أنه الصراع الموجود أو المنافسة الموجودة هي عمليا صراع داخل اليمين واليمين المتطرف، ليس أكثر ولا أقل، والتي هي تجمع على ضم مدينة القدس، وهي تجمع أيضا وتطالب بضم أجزاء من الضفة الغربية، وهي تمارس خلال الأيام الماضية هناك عدة قرارات وإجراءات تم أخذها من أجل ضم منطقة سيم، ضم مستوطنات معلي أدوميم. بالتالي صحيح أنه رئيس البلدية يلعب دور في سياسة الدولة، ولكن هناك إجماع، ليس هناك فرق في مختلف الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة على رؤيتهم إلى مستقبل مدينة القدس. يعني ليس هناك أي حزب من الأحزاب الذي يدعم وجود دولة مستقلة. صحيح. على حدود 67 لحد الآن. سيد زياد أبو زياد، يعني وأنت من السياسيين الفلسطينيين وكنت سابقاً وزير شؤون القدس ولديك اطلاع كبير على المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، كيف كانت نظرة الفلسطينيين خلال هذه المفاوضات لإدارة شؤون القدس؟ يعني بداية أنا بدي أقول أنه الإخوان اللي ذهبوا إلى أوسلو كانوا على عجلة من أمرهم.
أنا كنت مع الوفد المفاوض في واشنطن، وعملية أوسلو تمت من وراء ظهورنا ولم نكن نعرف عنها شيئا. وأكبر خطأ ارتكب في أوسلو من ضمن أخطاء كثيرة ارتكبت هو خطأ القبول بتأجيل موضوع القدس إلى مفاوضات الوضع النهائي، ولكن مع عدم اشتراط بتجميد الوضع في مدينة القدس إلى أن يتم التفاوض عليها. يعني موضوع القدس كان موضوع شاق وحساس وصعب التفاوض عليه بالنسبة للإسرائيليين، ممكن واحد يتفهم تأجيله سنتين، لكن كان يجب أن يكون هنالك التزام إسرائيلي بعدم تغيير الأمر الواقع. ما حدث هو أنه خلال أول 3 سنوات من المرحلة الانتقالية دخلت إسرائيل في سباق محموم لتغيير الواقع في مدينة القدس وخلق وقائع جديدة تمنع تقسيم المدينة وتمنع إعادة جزء منها إلى الفلسطينيين. لذلك أنا في رأيي أنه أول خطأ كان بالجانب الفلسطيني هو قبول تأجيل القدس إلى مفاوضات الوضع النهائي دون اشتراط تجميد الوضع ومنع إسرائيل من القيام بأي تغييرات فيها. الخطأ الثاني هو قبول أن لا تقوم السلطة الفلسطينية بأي نشاط في مدينة القدس والسماح للمنظمة بأن تمارس نشاط في القدس. يعني أغلقت المؤسسات الفلسطينية واليوم واضح حتى نشاط رياضي أو ثقافي يتم إغلاقه. يعني هو كان المفروض أنه بيت الشرق مثلا ومكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية، المرحوم فيصل الحسيني كان عضو لجنة تنفيذية فلسطينية للمنظمة وكان موجود في بيت الشرق، ظل هذا الوضع قائم إلى ما توفى رحمة فيصل في شهر 5/2001. في شهر 8/2001 تمت عملية تفجير في مطعم سبارو في القدس، واستغلت حكومة شارون التفجير في مطعم سبارو وأصدروا قرار بإغلاق بيت الشرق. الآن كان هنالك اعتراف متبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير في الرسائل المتبادلة بين ياسر عرفات وإسحاق رابين. لو أن السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية عندما قام شارون بإغلاق بيت الشرق وإغلاق عدد كبير من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس، لو المنظمة في ذلك الحين أعلنت أنه إسرائيل خرقت اتفاق الاعتراف المتبادل وبالتالي المنظمة تسحب اعترافها من إسرائيل، كان إحنا قمنا بخطوة نوعية ومهمة جدا. لكن ما حدث أنه إسرائيل ألغت اتفاق الاعتراف المتبادل، أغلقت بيت الشرق، أغلقت المؤسسات الفلسطينية، وظلت السلطة والمنظمة تعترف بإسرائيل وتمارس الأمور كالمعتاد. إذن الخطأ الثاني هو الاعتراف المتبادل، منع السلطة من فتح مكاتب في القدس. الاعتراف الثالث هو الاعتراف المتبادل بين المنظمة وإسرائيل وليس بين إسرائيل والدولة الفلسطينية. نعم سيد زكريا عودي، ما هي المهام التي تقوم بها محافظة القدس ومدى قدرتها على العمل في البلدات المقدسية التي تفرض إسرائيل سيطرتها عليها؟ يعني إذا بسمح لي أضيف لما حكى الأخ زياد، اللي هي الإشكالية الكبيرة كان هو تأجيل موضوع القدس للمرحلة النهائية، واللي خلال 25 عام بعد أوسلو إسرائيل كل يوم تخلق وقائع بشكل يومي. يعني هي أقدمت على إغلاق المؤسسات منذ 2000، عام 2000 تم إغلاق 45 مؤسسة في مدينة القدس بما فيها بيت الشرق. المحافظة تحاول على تقديم الدعم والمساعدة لأهالي القدس من أجل استمرار وجودهم ومساعدهم على تخفيف الأعباء والمشاكل، ولكن للأسف طول السنين الماضية لم تنجح لا المحافظة ولا الجهة الرسمية على وضع خطة استراتيجية واضحة المعالم مع موارد وإمكانيات من أجل مواجهة السياسات الإسرائيلية المستمرة التي تعمل على عملية التهويد وعملية الأسرى. نحن بحاجة إلى خطة استراتيجية واضحة. يعني قد يكون إحدى الاقتراحات تفعيل الأمانة العامة لمدينة القدس، بس ليس أمانة عامة أسماء على الورق وقضية معنوية، يجب أن تكون هناك أدوات وآليات وخطط وموارد من أجل مواجهة ما يتم من قبل سلطات الاحتلال أو الاحتلال الإسرائيلي من تهويد وسيطرة في مدينة القدس. وسؤال أخير في أقل من دقيقة سيد زياد، هل يمكن بلورة رؤية بديلة للحفاظ على حقوق المقدسيين على غرار أمانة القدس؟ الخطة البديلة يجب أن تكون من خلال المجتمع المدني وتأهيل ودعم المجتمع المدني ليقوم بالدور البديل الذي يمكن أن تقوم به السلطة أو الحكومة أو حتى ما يقال أمانة القدس. ملاحظة أخيرة بالنسبة للذين يطالبون بإعادة تفعيل أمانة القدس، أمانة القدس هي بلدية القدس، وبلدية أهم شيء في شؤون البلديات هو عملية التنظيم وإعطاء رخص البناء.
إذا أي أمانة فلسطينية لن تكون قادرة لا على عملية تنظيم ولا على إعطاء رخص بناء ولا تقديم خدمات ولن تستطيع ذلك، وبالتالي إحياء أمانة القدس وإعادة تفعيلها ستكون له قيمة رمزية، قيمة معنوية، قيمة سياسية، لكن لن يكون له أي دور على الأرض بحكم الواقع أن القدس تحت الاحتلال. الحل الأساسي والرئيسي لموضوع القدس هو بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من أن يعيش حياة حرة ومستقلة في مدينة القدس كعاصمة لدولة فلسطين. جزيل الشكر على وجودكما معي السيد زكريا عودة، منسق ائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس. كما أشكر جزيل الشكر السيد زياد أبو زياد وزير شؤون القدس السابق، شكرا جزيلا لكما، وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء لحلقة هذا الأسبوع من برنامج القدس عبر قناة الغد. وتحدثنا في ملف حوارنا الرئيسي عن مقاطعة الفلسطينيين في القدس انتخابات بلدية الاحتلال ورفضهم الكبير والواسع للسيادة الإسرائيلية على عاصمتهم. شكرا جزيلا على المتابعة، ألقاكم الأسبوع القادم. تحياتي مقدم برنامج تامر عبيدات، إلى اللقاء.